جاهزين؟ بحب المفاجآت. خير إن شاء الله. يلا بص كابتن إكرام حط إيده على خده. بس عشان أركز معاك. أركز، ما أنت أنا عارفك أصلا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. دايما ظالمني أوي، دايما ظالمني. ما أنت بص حسن ظالمني. أنت مهيب. طيب ماشي، ما يلا يا جماعة. ها يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بمين؟ ابتدي بكابتن اكرامي عشان طبعا حتته. يلا يا كابتن اكرامي. صدق وتوب بالله. لا اله الا انت، انت خبيث خبز. طب يلا بس يا كابتن، صلي على النبي كده. لا بص، هو عصام الحضري. لا بص بص، هي واحد من الاثنين. عصام الحضري نتيجه للبطولات اللي حققها. خلاص اوكي، يبقى عصام الحضري. كابتن حسام. تمام. كابتن حسام اكيد. كابتن شوبير يعني اسم كبير جدا، وادى اداء ووصل كاس عالم، لكن هي المشكله في البطولات يعني. طيب كابتن حسن، عصام الحضري ولا شوبير؟ في ذا بيست، الافضل بالنسبه لك؟ لا بالنسبه لي عصام الحضري. عصام الحضري. طيب يبقى ثلاثه عصام الحضري، ثلاثه عصام الحضري. لا ممكن ترجع وتعلم صح بعد اذنك. طب ما اتعلمش. طيب كابتن حسن، السؤال ده صعب. مين ده؟ اهو كابتن ابراهيم حسن، كابتن احمد فتحي. لا احمد فتحي برضه. كابتن ابراهيم. كابتن حسام. هو ابراهيم حسن يعني ما كانش معايا عشان اقول والله. لا ابراهيم لا حسن. لا مش لازم يكون معايا كابتن. لازم، وانا كنت مع كابتن حسن لما كنت بلعب. طيب اتفرجت على كابتن حسن. طيب. ابراهيم لن وما قبل، من ساعه ما انشات الكره في مصر الى مدى ما لا نهايه، ان ابراهيم ما جاتش في مصر باك رايت زي ابراهيم، مش عشان اخويا صدقني خالص. طيب. ابراهيم حسن اختير المنتخب ثلاث مرات، منتخب العالم. ابراهيم حسن انا عاوز اعرف. لا ده راي حضرتك. لا الاسئله ديت عشان انا استفدت من مين ولا مين الاحسن؟ لا مين الاحسن على مر على في التفكير. لا الافضل ابراهيم حسن. اهو بس كده الحمد لله. أنا الحمد لله على ايه؟ وانا برضي. هو انا برضي عشان كابتن حسن. خد بالك انا ما برضيش حسام. لا خالص. لا لا عدت على خير. انا احمد فتحي استفدت منه اكتر ما استفدت من ابراهيم. مظبوط. لكن ابراهيم هو احسن ولا احمد فتحي؟ ابراهيم. كابتن حسام يعني انت يعني ايوه ما انا المعلومه لكابتن حسن. كابتن اكرام. لا انا ليا راي مختلف. ايوه ايوه سامحني. ابراهيم حسن. ثلاثة ابراهيم. ثلاثة انت خدت رأيي. ايوه ما انت قلت اول واحد. اخد رأيك في ايه؟ لا 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 ممكن اغير. ثواني بس، ثواني ابراهيم تغير ده يستناك بره. ابراهيم وحسام. ايوه ثواني بس، ثواني اخد رأيك في ايه؟ في ان ابراهيم ده انت الوحيد اللي مش هاخد رأيك. احمد فتحي ده جميل جدا طبعا. احمد فتحي ابراهيم ده اخويا. بس معلش يا ابو حميد، اربعة ابراهيم حسن. لا ابراهيم ما يتقارنش. يلا هاني رمزي وائل جمعه. يلا بقى اسرع بقى كابتن اكرام. يلا ها وائل جمعه. وائل جمعه ممكن اضيف حاجه بس؟ اتفضل. وائل غير مكانه غير هاني. هاني ليبرو. لا انا بتكلم دايما الاثنين مش منظر كده. الاثنين مش استوبرات. ماشي ده ماشي. ستوبر الافضل وده ليبرو. الافضل بالنسبه لك جيب ستوبر. طيب. ستوبر وجيب ماشي. جيب ليبرو مع ليبرو كلاعب. ادينا احسن بقى في دول واختار وخلاص. عشان هو انا عارف كابتن هاني رمزي. انا عارف هاني رمزي. هاني رمزي. كابتن حسن. وائل جمعه. وائل جمعه. يبقى اثنين وائل جمعه. اللي بعده يلا. اثنين واحد والله. يلا احمد رمزي ربيع ياسين. كابتن حسن. يا الله صعب. لا ربيع ياسين. ربيع ياسين. كابتن حسام. صعب. انت صعبتها دي. صعب. انا عارف صعبتها. خد الكابتن اكرام. خد الكابتن اكرام. طب قولها كابتن. ربيع ياسين. ربيع ياسين. ها يعني ربيع ياسين. ربيع ياسين واحمد رمزي. طيب ماشي يلا. حسني عبد ربه وطارق حامد، مفيش اسهل من كده. كابتن اكرام. لا حسني عبد ربه. كابتن حسام. حسني. كابتن حسن. طيب ده حسن. طيب اللي بعده. اللي بعده. يلا هبتدي بكابتن حسن شحاته. يا نهار ابيض. ماشي عادي. عمرو زكي. عمرو زكي. طب ايه المشكلة يعني؟ هتقولها كده؟ عمرو زكي. عمرو زكي. عمرو زكي. ليه؟ طيب انا صح. كابتن حسام. ميدو. ميدو. عمرو زكي. طيب انا ميدو بقى. هنا انت ليك علاقه بالموضوع؟ بمزاجي ساعات يبقى ليا علاقه. يبقى اتنين اتنين. يبقى ميدو. اتنين ميدو. ماشي يبقى انا والكابتن حسام ميدو. يلا اللي بعده. عبد الستار طاهر ابو زيد. يا نهار ابيض حرام عليكم.
لا 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 بتهرج المهيب بصراحه، او الاعداد بيهرج في الجزئيه دي، معلش مع احترامي يعني. اللي لعبوا منتخب مصر، يلا يا كابتن بس ما انت انا ولا لا ده الكابتن حسن. لا لا انت تخطي بالصوت طاهر ابو زيد. انا ما بخطيش بالصوت طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، ثلاثه طاهر ابو زيد. يلا حازم امام، احمد الكاس. يا نهار ابيض برضه يا راجل يا راجل، ده الكاس والكاس والكاس. الكاس ثلاثه كاس. ها كاس كاس كاس. انا قلت الكاس والكاس والكاس، اقول لك ايه تاني؟ مع احترامي يعني. طيب مش علق، لا تعليق. يلا تعلق على ايه؟ مش علق انا مالي. شادي محمد، محمود فتح الله. يلا كابتن الكرة. محمود فتح الله. فتح الله كابتن حسن، بالرغم ده مكان وده مكان، لكن فتح الله. فتح الله. ها شادي. شادي ماشي. ليه اقول لك ليه؟ ما هو برضه نفس انا عارف ليه، نفس عصام طيب. الحضري. طيب هاني سعيد، ابراهيم سعيد، كابتن كابتن حسن. يا اخي الاثنين مش ما بيلعبوش في مكان واحد. ساعات بيلعبوا. لا ساعات بيلعب. لا مش ساعات بيلعب ليبرو. لا ما فيش ساعات. تمام. لا ما فيش ساعات. انت اللي غيرت مركزه. انا اللي غيرت مركزه. انت اللي غيرت مراكزهم يا كابتن حسن. ما بيلعبوش في مكان واحد. انا عارف بس انت اللي غيرت مراكزه. لا ما ده بيلعب ليبرو وده ليبرو. ايوه لا. هو اللي غير بقى. ده اللي غيرته على اساس ان ده كان حاجه ثانيه في التشكيل. تمام. طب مين افضل بالنسبه لك؟ مين في لعبك؟ ها المجنون. ها المجنون. المجنون يبقى ابراهيم سعيد. المجنون حسن حبيبك ده عمل بطولة 2006 حاجة كما قال الكتاب. جري ايه وخرج في الملعب اتغير عشان ما يلعبش ضربات جزاء، وقال لي هو قال لي طيب قال لي كابتن انا اطلع عشان مش عاوز العب ضربات جزاء. صريح كابتن اكرام. ابراهيم سعيد كابتن. ثلاثة ابراهيم سعيد ماشي. احمد حسن وبركات برضه ده غير مكان. ماشي غير ماشي مكان. احنا عارفين احنا بنجيب لعيبه. لا لا الاثنين بص اصلا انا لما بتكلم من منطق ان هم دول مين كانوا افيد. احنا ساعات ما بنجيبش بوزيشن واحد. لا لا لا. عايز بوزيشن واحد احط لك مين مع احمد حسن؟ مين كان بيلعب معاك مركز؟ مفيش حد مع دلوقتي. مين مع احمد حسن؟ لا مفيش حد. مفيش حد يقارن بأحمد حسن. تمام. بركات، مين في مركز بركات؟ شيكابالا؟ لا بركات. بركات المفيد. شيكابالا مفيد للنادي الزمالك وبركات مفيد للنادي الزمالك. بركات شيكابالا ما كانش معايا في المنتخب. تمام. يعني ما كانش بيحب يبقى موجود في المنتخب بس. طيب كابتن اكرام. نعم. بركات ولا احمد حسن؟ بركات. بركات. احمد حسن. احمد حسن. تمام. اللي بعده مجدي طلبة، زيدان. اختيارات الناس النهارده يعني. يلا يلا اخر حاجه كابتن اكرام. زيدان. زيدان. زيدان اكيد ابنك. ثلاثة زيدان. طيب دي اخر حاجة. والله عندي واحد من الثلاثة فيها حاجات حلوة. لا 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 هاخد منها حاجة ما اقدرش. لا لا هناخد اخر حاجتين. مين واحد من الثلاثة، مين هو اقوى منتخب عربي حتى الان؟ المغرب، الجزائر، مصر. حتى الان المغرب. المغرب كابتن حسام. بالفترة الأخيرة المغرب. المغرب بالنتائج المغرب والأداء. طيب كابتن حسن لو هتدرب منتخب من الثلاثة تدرب مين؟ منتخب الجزائري، المنتخب المغربي، المنتخب التونسي. ده بقى يعني مهمة جدا. المغربي. المغربي كابتن حسام. المغرب. المغرب كابتن إكرامي. ما أنا متفقنا أن أنا مش مدير فني. يعني هتبقى مدير فني. المغرب. المغرب يبقى ثلاثة مغرب. طيب واحد من الثلاثة كانت سخنة لكن حلقتنا خلصت. بشكرك كابتن حسن، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك وبنسعد بيك. ربنا يخليك. والله قيمة. يبقى كلمنا بس من المغرب. ايه؟ يبقى كلمنا من المغرب. كابتن حسن ده إذا فضي يكلمنا. يبقى كلمنا من المغرب. طب أعمل إيه؟ ده يبدأ ده كابتن إكرامي حبيبي شرفتنا ونورتنا. كلمنا من المغرب. لو فضيت كلمنا من المغرب. طيب بشكركم اعزائي المشاهدين، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني غدا ان شاء الله مع النجم الكبير الكابتن مدحت شلبي. الى اللقاء.